الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تستمر انطلاقات الفترة المسائية والأشواط الرئيسية الخاصة بسن اللقاية، حيث انطلق في هذه الأثناء شوطنا السابع الخاص بالأبكار المحليات الأصايل هجن الدار، انطلقت واندفعت في تحفة ميادين السباق ميدان المرموم. جائزة الشوط سيارة في هذا الانطلاق المميز في ختام الختاميات. ننطلق مع الخمسة كيلومترات بعد أن استمتعنا وأيضا شاهدنا الأشواط الرئيسية بكؤوسها ببنادقها، واستمتعنا أيضا بحضور أصحاب السمو الشيوخ في هذا المساء المميز. ننطلق مع هذا الشوط المندفع من الخمسة كيلومترات، لنبدأ مع حضراتكم بإعلان المراكز العشرة الأولى، بادئين مع من تحتل المركز الأول وصدارة ومقدمة الشوط، هي سرابع المركز الأول للسيد نواب بن نوح بن أحمد البلوشي مع المركز الأول ومع الصدارة، تليها بالمركز الثاني، وفي المركز الثاني تنطلق هنا المنصورة لصالح بن جخير بن فرج الرزق، هنا على المركز الثاني. المركز الثالث يتواصل شعار الفلاحي هناك مع وهاجة، على المركز الثالث سهيل بن سالم بن دري الفلاحي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تتواصل سرابة لسهيل بن قريع أبا الروس العامري على المركز الرابع. من الجانب الآخر يحمل بن صوغان لمحمد بن صالح بن نصرة العامري على المركز الخامس. تدخل في هذه اللحظة من الرقم سبعة منصورة لمنصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصور المركز السابع. المركز السابع انتباه على المركز السابع محمد بن علي بن سلطان المنصوري. المركز الثامن الرقم واحد طموح لراشد بن مبارك بن محمد المنصوري، وتغيير حصل من النايفة لحارب بن مغير بن سالم العميمي على المركز الثامن، لتبقى طموح بالمركز التاسع راشد بن مبارك بن محمد المنصوري، ويصل شعار بن شريم على المركز العاشر مع مزنة عبد الله بن طالب بن محمد بن شريم المري. متابعينا الكرام، أول نداء للمراكز العشرة الأولى التي انطلقت واندفعت في شوط المحليات، سيارة لصاحبة المركز الأول، لمن تحقق الناموس، لمن تصل أولا إلى خط النهاية، من تعلن الانتصار والفوز هنا في تحفة الميادين في ختام الختاميات. يا سلام على المركز الأول، وهاجة منطلقة مندفعة في ميدان المرموم في هذا الموسم، تنطلق مع شعار سهيل بن سالم بن دري الفلاحي مع المركز الأول، والمنصورة منطلقة أيضا قادمة من المملكة العربية السعودية صالح بن جخير بن فرج الرزق على المركز الثاني. المركز الثالث انتقل مع سرابة على المركز الثالث سهيل بن قريع أبا الروس العامري، على المركز الثالث شعار بن شريم اللي أعلناه بالمركز العاشر قبل لحظة في ندانا الأول، تنطلق في هذه اللحظة إلى المركز الرابع، هنا منطلقة ومندفعة بقادمة من دولة قطر، هذه مزنة عبد الله بن طالب بن شريم المري على المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس منصورة لمنصور بن سيف بن راشد بن سالمين المنصوري على المركز الخامس، تدخل من انتباه محمد بن علي بن سلطان المنصوري على المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر يحمل النايفة على المركز السابع حارب بن مغير بن سالم العميمي، أحد الأسماء المرشحة والمنطلقة بالشعار العميمي على المركز السابع إلى المركز الخامس إلى المركز الثالث في هذا الانطلاق. المركز السابع وصلنا مع انتباه
محمد بن علي بن سلطان المنصوري المركز الثامن، المركز الثامن مهمة جمعة بن سعيد بن راشد المهيري، المركز التاسع تصل في هذه اللحظة ريماس عاطف بن عطية بن حسن القرشي، المركز العاشر، المركز العاشر، انتباه تبقى بالمركز العاشر محمد بن علي بن سلطان المنصوري، لكن العودة مع المنعطف الأخير إلى خط النهاية، إلى خط النهاية ريماس مع المركز الأول، مع المركز الأول، وهذه وهاجة، وهاجة على المركز الأول مع المقدمة وشعار القرشي مع المركز الثاني، المركز الأول وهاجة، 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 وهاجة على المركز الأول، وهاجة، وهاجة الفلاحي مع مقدمة الشوط 1200 عن خط النهاية، 1200 بانت المنصة، اقتربنا من خط النهاية، اقتربنا من خط النهاية يا بندري، هذه وهاجة، وهاجة مع المركز الأول، ولا القرشي قادم، ولكن الله العميمي، العميمي، وحذرتكم، حذرتكم من النايفة على المركز الثاني، تنطلق في هذه اللحظة، والمركز الثالث بكرة صالح بن جخير الرزق مع المركز الثالث المنصورة، ولكن ولكن وهاجة، وهاجة على المركز الأول، وهاجة سهيل بن سالم بن دري الفلاحي النايفة بالمركز الثاني، اللحظات الأخيرة 600 متر أخيرة عن خط النهاية، ولا زالت القيادة مع بن دري، مع بن دري مع المركز الأول، الله اقتربنا من الختام يا بن دري، اقتربنا من خط النهاية، لحظات الناموس، السيارة لمن؟ وهاجة والنايفة، النايفة، النايفة، وهاجة، وهاجة، هذه وهاجة، الاسم غالي عند بن دري، اسم وهاجة سالم بن دري صاحبة الكؤوس، صاحبة الأشواط الرئيسية، يقدم اسمها هنا سهيل بن سالم بن دري الفلاحي، وهذه، هذه وهاجة، تهنئة، تهنئة لسالم بن حمد بن دري الفلاحي على انتصار وتحقيق وهاجة ناموس هذا الشوط، سلام زاخر سلام، تهانينا فوز وهاجة وحصولها على السيارة في هذا الشوط. المركز الثاني النايفة لحارب بن مغير بن سالم العميمي، المركز الثالث منصورة لصالح بن جخير بن فرج آل رزق، المركز الرابع نشوف التوقيت الزمني، المراكز المتبقية عند اللجنة، التوقيت الزمني 7:21، 4 أجزاء من الثانية، توقيت وهاجة، تهنئة خاصة لسهيل بن سالم بن ري فلاحي على فوز وهاجة في هذا الشوط وحصولها على السيارة، وسلام لزاخر سلام. المركز الثاني 7:21، 9 أجزاء من الثانية، هذه النايفة لحارب بن مغير بن سالم العميمي، تهاني له الناموس، ومنصورة حلت بالمركز الثالث لصالح بن جخير بن فرج آل رزق، تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 7:25، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة تتواصل أشواط مساء هذا اليوم، تتواصل أشواط